الجزء الخاص بالسيدات كان فيه المرشحة الأستاذة جميلة إسماعيل، بس الموضوع ما تمش وتم الانسحاب عن الانتخابات الرئاسة. بس أنا شايفة فيه تمييز إيجابي، أو بمعنى أصح في الشق الخاص بالحزب عندنا. إحنا عندنا طبعا عاملين تحالف مع حزب العدل في موضوع الانتخابات الرئاسية، فإحنا عندنا تمييز إيجابي حلو جدا. أغلب اللي بيشتغلوا فيه حملة المرشح للرئاسة الأستاذ فريد زهران، أغلبه ممكن نقول فوق 60% من السيدات والشابات على مستوى الجمهورية، وعندنا كمية كبيرة جدا من البنات الموجودة اللي بنشتغل في الحملة الانتخابية. طبعا احنا عندنا تمييز ايجابي جدا في الحتة دي، ان احنا البنات لأ والسيدات طلعنا وبنتكلم وناخد حقنا، بنطلع بنقول رأينا، بنتكلم عن قوانين الخاصة بالمرأة، وكمان ان احنا شغالين على برنامج الحملة. اغلب اللي بيشتغلوا على برنامج الحملة سيدات، وحتى اللي ماسكة برنامج الحملة امرأة دكتورة اسمها دكتورة أميرة هريدي. فاحنا اساسا بنشتغل في اجزاء معينه في بشق المراه، بنتكلم في برنامج المراه عن جزء الاتفاقيه 190، اتكلمنا عن قانون موحد للعنف ضد المراه، بنتكلم عن القوانين والتشريعات اللي احنا عايزين نوضحها، والبرامج الخاصه بالمراه برضو سواء صحه سواء في التعليم سواء في محو الاميه. برضو اتكلمنا عن حاجات معينه خاصه بالسلام والتعايش السلمي والمواطنه في سواء في الصعيد او سواء في المناطق زي الدلتا والمناطق الاخرى، وبنتكلم عن اجزاء خاصه كتير من السيدات. السيدات احنا واخدين يعني حقنا كويس، ان احنا بنطلع وبنتكلم وبنشارك وبنعمل لقاءات، وكان او اغلب التحركات اللي بيبقى مع الاستاذ فريد زهران بتبقى سيدات كتير قوي وبتبقى شابات. فبشوف حته التمييز، في تمييز ايجابي في الحزب عندنا والجزء ده. الحاجه الثانيه احنا شغالين على شق تاني اللي هو بنوعي الناس بالسيدات بالمشاركه السياسيه، ان انت موضوع الادلاء بالصوت بي، كمان ان انت ازاي تراقب على الانتخابات، يعني ازاي تدير حملات انتخابيه، وازاي التعامل مع السيدات في الشارع، والجزء الخاص برضو بمعاملتنا عموما في الانتخابات الرئاسيه مع السيدات، وانه لو بد من مشاركه السيدات في العمليه السياسيه، ولازم صوت المراه يعلو. كفايه فكره التهميش بالنسبه للمراه، لا دلوقتي احنا مفيش تهميش خالص للمراه، دلوقتي بدات المراه بتتكلم وبتعلو بصوتها في الجزء الخاص بالانتخابات الرئاسيه، وحقها في الادلاء بصوتها، وحقها ان هي تبقى مندوبه في الانتخابات، وحقها تبقى مراقبه في الانتخابات، وحقها ان هي تمسك مناصب في العمليه الانتخابيه والحمله الانتخابيه. وانا تقديري للموقف ان احنا لسه شويه قدام عقبال ما نطلع من فكره الذكوريه والنظام الابوي اللي موجود في مصر، فشايفه ان ممكن الفتره الرئاسيه المقبله المره دي طلعت جميله اسماعيل اول مرشحه رئاسه كانت محتمله للانتخابات الرئاسيه، فدي حاجه يعني انا شايفاها جرأه منها، ان هي سواء انسحبت او ما كملش معاها التوكيلات، بس فكره الجرأه وفكره الشجاعه ان هي امراه تطلع وتقول انا هنزل انتخابات رئاسيه وتبقى اول امراه نازله كانت عايزه تنزل الانتخابات الرئاسيه، دي حاجه كويسه جدا. الانتخابات الجايه ممكن تلاقي 2 و3 زي جميله اسماعيل جايين وبيقولوا انا عايزه ابقى رئيس الجمهوريه، وممكن تلاقي كمان شابات صغيرين يقولوا احنا عايزين ان احنا لابد من اشراك الشباب في صنع القرار، وانا صنع قرار وانا استحق ان انا ابقى رئيس الجمهوريه. زي لما يعني انا سافرت دول افريقيه ودول عربيه، شفت كتير رؤساء الجمهوريه من السيدات في المراه الافريقيه، فدي حاجه عظيمه جدا، واكيد ما وصلتش الحاجات دي اللي بعد مره واثنين وثلاثه عقبال ما بقى في منصب حاليا لرئيسه الجمهوريه في بعض الدول للمراه.